في السادس، أهلا بكم في مادة الاجتماعيات ودرس الضرائب. الضرائب مفردها ضريبة، وهي المال الذي تحصله الدولة من الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات لدعم ومساعدة المجتمع وخدمته. وتتنوع الضرائب في المملكة، فتختلف من دولة لأخرى، وهي ضرائب محددة وغير مرتفعة. ومن أبرز أنواعها ضريبة الدخل، ضريبة الدخل، وهي تفرض على غير السعوديين من دخل غير الرواتب مثل الاستثمار والبيع، ونسبتها تصل إلى 20%، تصل إلى 20%. طيب، الضريبة الثانية ضريبة السلع المنتقاة، وأيضا وهي ضريبة مستحدثة في السنوات الأخيرة، حيث فرضت المملكة على بعض السلع مثل التبغ، يعني الدخان، ومشروبات الطاقة، فرضت عليها ضريبة حتى يقلع الناس عن تناولها، وهي ضريبة مستحسنة ومفضلة لأنها تخدم المجتمع، فهي تفرض على يعني التبغ، طبعا ضار جدا بالصحة، وأيضا مشروبات الطاقة، نرى هناك شبابا وأطفالا يشربون يتناولون هذه المشروبات، وهي مضرة جدا بالصحة، وقد فرضت الدولة عليها نسبة 100% ضريبة، 100%. وأيضا فرضت مؤخرا المملكة ضريبة على المشروبات الغازية أيضا لوجود ضرر فيها وضرر الإكثار منها. نجد دائما من يتناول شرب المشروبات يتناول المشروبات الغازية بعد كل طعام، وهذا أيضا يسبب أمراضا كثيرة. وقد فرضت المملكة 50% على المشروبات الغازية، وأيضا مؤخرا ولم تسجل في الكتاب فرضت ضريبة على العصائر المحلاة بالسكر أو العصائر غير الطبيعية، وذلك للتقليل من استخدامها برفع أسعارها عن طريق الضريبة. إذا الضريبة كما ترى في الشكل، الضريبة تؤخذ وتذهب إلى المال العام، المال العام الذي يسمى الميزانية. الميزانية أو المال العام ينفق في خدمات ومشروعات وفوائد اقتصادية. طيب، الضريبة الثانية أو الثالثة، الضريبة الثالثة هي ضريبة القيمة المضافة، وكل منا يدفعها، السعوديون وغير السعوديون، الأطفال والكبار والشباب، كلهم يدفعون هذه إذا قاموا بشراء أي منتج، لأنها فريضة، لأنها عفوا ضريبة فرضت على السلع والمنتجات بقيمة 5%، نسبتها 5%. طيب، وظائف الضرائب مالية واقتصادية واجتماعية. وظائفها أو فوائدها نفس المعنى. وظائف الضرائب أنها من الناحية المالية فهي تعزز ميزانية الدولة، يعني تساند وتدعم ميزانية الدولة للإنفاق على المشروعات المختلفة. اقتصادية، حيث تحفز النمو، تحفيز النمو والحد من التضخم. التضخم، ما هو التضخم؟ هذا مصطلح اقتصادي معناه ارتفاع في الأسعار مع انخفاض القدرة على الشراء، هذا معناه التضخم. وتقليل الاعتماد على النفط، تقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل.
يعني لا تعتمد المملكة فقط على النفط كمصدر للاقتصاد في الدولة، ولكن وهذا تنوع هكذا تنوع مصادر دخلها. ووظائف الضرائب أيضا لها وظائف اجتماعية، فوائد صحية واستقرار اجتماعي كما قلنا على مشروبات الطاقة وعلى التدخين وعلى بعض السلع التي ليس لها فائدة في الصحة. طيب، كيف تحتسب القيمة المضافة؟ إذا نقرأ هذا المثال، عند بيع محل تجاري لسلعة أو خدمة فتحصل القيمة 5% مضافة إلى السعر النهائي. اتفقنا أن القيمة المضافة قيمتها 5% وكل منا يدفعها في عندما يشتري سلعة ما، فتضاف فوق السلعة 5%. فإذا اشتريت شيئا ب100 ريال، أضرب المئة في 5 على 100، تمام؟ مثل هذه المعادلة، يعني 100 في 5 على 100، 1% مع المئة يتبقى 5، يبقى أنا أدفع، اشتريت شيء ب100 ريال أدفع 5 ريالات، تمام؟ زيادة فوق الايه، ثمن السلعة. طيب، اشتريت ب20 ريال، أضرب 20 في 5 على 100، 20 في 5 على 100، 20 في 5 يعني 100 تساوي 100، 100 على 100 تساوي 1، يعني أنا أدفع كم على 20 ريال؟ 1 ريال. هذه قيمة القيمة المضافة. طيب، إذا دخلت محلا لبيع الهواتف المحمولة واشتريت هاتفا 600 ريال، فإن قيمته ماذا أدفع؟ سأدفع 600 ريال زائد 30 ريالا، إذا الإجمالي يكون 630 ريال، لأن 30 هذه إذا حسبناها ضربنا 600 في 5 على 100 نجد يتبقى 30 هي القيمة المضافة. طيب، وعند شراء، طيب البقالة أو التموينات التي أشتري منها هل تشتري هي أيضا بالقيمة المضافة؟ نعم، كل تاجر يشتري من الذي قبله بقيمة مضافة أخرى كما في الشكل الذي أمامنا. وتشمل القيمة المضافة جميع السلع والخدمات فيما عدا الخدمات المالية من سحب وإيداع وتحويل في البنوك، وعقارات سكنية من تأجير وشراء لأغراض سكنية شخصية. طيب، من الجهة التي تتولى تحصيل الضرائب في المملكة وما مهامها؟ الهيئة العامة للزكاة والدخل. الهيئة العامة للزكاة والدخل هي المختصة بجمع الضرائب، فهي مرتبطة بوزارة المالية ولها أكثر من 19 فرعا، ومهامها تحصيل الزكاة الشرعية وتحصيل الضرائب المقررة. وأسست، متى أسست هذه الهيئة؟ أسست في عهد الملك عبد العزيز عام 1355، وتصرف موارد الهيئة أي هيئة الزكاة والدخل في طبعا الزكاة لمستحق الضمان الاجتماعي، الأسر المحتاجة الفقيرة، والضرائب تنفق على الخدمات والتنمية لصالح الوطن والمواطن. نشاط واحد، نجد مقارنة بين جميع الدول، نجد هذه الأعلام وبينهم علم المملكة، نجد تحت علم المملكة نجد 5% هي ضريبة القيمة المضافة، في إسبانيا 10%، بريطانيا 10%، إيطاليا 22%، فرنسا 20%، ألمانيا 19%. يقول رتب، طبعا رتب الدول حسب الدول الأعلى من القيمة المضافة، طبعا إيطاليا أول دولة الأعلى، وبعد ذلك فرنسا، وبعدها إسبانيا وبريطانيا، والأخير المملكة العربية السعودية. ولذلك أنشأت الدولة برنامج حساب المواطن لحماية المواطنين والأسر من ذوي الدخل المخفض أو المنخفض أو المتوسط من أجل تخفيف
الأعباء الاقتصادية عليهم. وحساب المواطن هذا يعيد توجيه الدعم الحكومي للمستحقين ويشجع الاستهلاك الرشيد. تحتسب قيمة الاستحقاق للمواطن والأسرة اعتمادا على إجمالي الدخل وعدد أفراد أسرة المواطن وأعمار التابعين. إلى هنا ينتهي درسنا، شكرا لكم والسلام.